السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، أبناؤنا الطلاب والطالبات في مرحلة الثالث ثانوي، نحييكم مرة أخرى في برنامج 100 على 100، والذي من خلاله نأمل ونتطلع أن تحصلوا على درجة 100 على 100 في اختباراتكم. متابعينا الكرام، طلابنا الأعزاء، هذه ثالث حلقات مادة الرياضيات، ونأمل أن تكون الحلقتين السابقة قد نالت على رضاكم واستحسانكم وزادت من مخزونكم العلمي للمادة. كما نتطلع في هذه الحلقة إن شاء الله أن تكون حلقة مفيدة وتحمل في طياتها الفائدة المرجوة بقدر تطلعاتكم. في بعض الأحيان قد يكون الابتعاد عن الأصدقاء والمقربين مصلحة وهدف سامي نريد تحقيقه، فإذا أردت أن تنجح كن جريء في قراراتك ولا تضيع وقت مذاكرتك بالخروج مع زملائك والتسلية دون هدف الدراسة خاصة في وقت الامتحانات. أعزائي المشاهدين، نذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاغ البرنامج 100 على 100. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير وسنبدأ بإذن الله معكم أولى الأسئلة. أعزائي المشاهدين، أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي، أهلا بكم من جديد. دعونا نذكركم بأننا نراجع وإياكم منهج الرياضيات، وسنركز على هذا في هذا الجزء على وحدة المتطابقات المثلثية، ونذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاغ برنامج 100 على 100. والآن نبدأ على بركة الله. السؤال الأول يقول: أوجد القيمة الدقيقة للكوساين ثيتا إذا كان الساين ثيتا يساوي 1/4، بحيث الثيتا تكون قيمتها من بين 90 إلى 1/180. لإيجاد كوساين وهو المعطى ساين، يجب أن أوجد علاقة عزيزي الطالب بين الساين والكوساين. في المتطابقات المثلثية يجب أن أحفظ القوانين، أو يجب أن أكون ملم بقوانين المتطابقات المثلثية، على الأقل أكون أعلم بقوانين المتطابقات النسبية، متطابقات فيثاغورس، متطابقات المقلوب، على الأقل لكي أجد علاقة بين المعطى والمطلوب. المعطى ساين والمطلوب كوساين. لإيجاد علاقة بينهم عن طريق قانون ساين كما هو آتي: كوساين تربيع زائد ساين تربيع يساوي 1، وهذه تعتبر من متطابقات فيثاغورس. متطابقات فيثاغورس، هذا قانون كوساين ثيتا زائد ساين ثيتا يساوي 1. عوض مكان الساين، أبدأ أنقل الساين ثيتا الموضحة، أبدأ أنقلها إلى الجهة الأخرى، تصبح ما هي موجب ساين، أوديها الجهة الثانية تصبح سالب ساين. إذن ودينا الساين من اليمين من اليسار إلى اليمين لتصبح موجب ساين، تصبح سالب ساين تربيع. بعدها نعوض مكان الساين تربيع بقيمتها 1/4 كما هي معطاة في المسألة، 1/4 تربيع. إذن أصبح عندي 1/4 تربيع قيمتها 1/16، ربعنا الواحد بواحد وربعنا 16، ربعنا 4 تصبح 16. الآن لإيجاد 1 ناقص 1/16 تصبح 15/16، أو بالأحرى نعوض مكان الواحد هذه ليسهل عليك، هنا 1/16 أحط مكان الواحد 16/16. ليش 16/16؟ هي نفسها الواحد، ليش اخترنا 16/16؟ ليش؟ عشان أقدر أوحد المقامات 16 مع 16، وأقدر أحسبها، أقول 16 ناقص 1 تصبح كم؟ 15. نعم صحيح، إذن 16 ناقص 1 15، والمقام مو 1 هو 16، إذن الناتج سيكون 15/16. الآن اللي وجدناها كوساين تربيع 15/16، اللي يحتاجها إيش؟ اللي يحتاج كوساين، اللي طلب مني في السؤال كوساين، هنا المعطى إيش؟ كوساين تربيع. إذن
لازم نحط هنا جذر وهنا جذر. ليش؟ عشان يروح الجذر مع التربيع ويبقى هنا عندي الناتج. إذا يصبح الناتج كوساين ثيتا يساوي موجب أو سالب جذر 15 على 4. أخذنا جذر 16 تصبح 4. إذا الناتج موجب أو سالب جذر 15 على 4. يقول لي بما أن الثيتا المسألة أعطاني قال لي تقع في الربع الثاني يعني ما بين 90 إلى 180، فإن الكوساين ثيتا تكون سالبة، ولذلك نأخذ القيمة السالبة. يعني الآن لو وجدناها حنا موجب أو سالب جذر 15 على 4، أخذ القيمة السالبة. ليش؟ لأنه حدد لي قال لي قيمة الثيتا ما بين 90 إلى 180 يعني في المربع الثاني. نأخذ تمرين آخر عزيزي الطالب، سؤال جديد عزيزي الطالبة، فكرة. يقول أوجد القيمة الدقيقة للكوسك ثيتا إذا كان قيمة الثيتا ما بين 270 إلى 360 يعني في الربع الأخير. أوجد مع العلم أن الكوتان تساوي سالب 3 على 5. إذن المعطى المطلوب كوسك والمعطى كوتان، أجد علاقة أيضا بينهم، يجب إيجاد قانون يربط بين المعطى والمطلوب. أبدأ على بركة الله من متطابقات فيثاغورس، أيضا قانون يقول كوتان تربيع ثيتا زائدا 1 يساوي كوسك تربيع. أبدأ أعوض مكان الكوتان تربيع بقيمته 3 سالب 3 على 5 كما هو معطى في السؤال، مكان الكوتان تربيع 3 على 5 بالسالب تربيع. أبدأ ربع 3 على 5 سالب تربيع تصبح طبعا 3 تصبح 9، 5 تصبح 25، السالب مع السالب تصبح موجب. إذن 9 على 25 زائد 1 تساوي كوسك تربيع. أبدأ أجمعها أصير عندي 9 على 25 وهنا 1. أبدأ أحول أول شيء، أحول هذا الواحد إلى، يا سلام ممتاز، 25 على 25. حولناها 25 على 25 صار الأرقام إيش؟ متوحد 25 والبسط 9 زائدا 25 تصبح إيش؟ 34 على 25. إذا الناتج 34 على 25 كوسك تربيع. آخذ الجذر نفس ما عملنا في المسألة السابقة، آخذ الجذر هنا، آخذ الجذر هنا. ليش أخذنا الجذر؟ يروح التربيع مع الجذر، ينزل عندي كوسك ثيتا يساوي موجب أو سالب جذر 34 على 5. يقول وبما أن الثيتا تقع في الربع الأخير أو الربع الرابع فإن الثيتا سالبة، إذا نأخذ القيمة السالبة سالب جذر 34 على 5. إذا الناتج اللي طلع معي موجب أو سالب جذر 34 على 5، إذا نأخذها القيمة السالبة نحذف الموجب. ليش؟ لأن حدد لي في المسألة قال لي ترى الثيتا قيمتها ما بين 270 إلى 360. سؤال جديد، فكرة جديدة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة. يقول بسط العبارة التالية، لاحظ أنها الآن ما يريد مني حل، ما يريد مني إيجاد، يقول بسط العبارة، هي نفس العبارة أحاول أن أبسطها. إذن يجب أن أكون ملم بالقوانين، أحفظ القوانين، أميز بالقوانين لكي أستطيع أني أختصرها مع بعض، أستطيع أني أحذف مع بعض، أستطيع أني أوجد قيم من قوانين المتطابقات المثلثية. إذن عندي ساين ثيتا يساوي كوسك ثيتا على كوتان ثيتا. في البداية أعوض مكان، أنزل أعوض مكان الكوسك بقانون 1 على ساين ثيتا، أعوض مكان الكوسك بواحد على ساين ثيتا، وأعوض مكان الكوتان بقيمة 1 على تان ثيتا. هذه من متطابقات النسبية، المتطابقات النسبية لها قوانين. أن المتطابقات النسبية يقول كوسك ثيتا يساوي 1 على ساين ثيتا، يقول كوتان ثيتا يساوي 1 على تان ثيتا. إذن من المتطابقات النسبية أوجد أعوض مكان الكوسك ومكان الكوتان، 1 على ساين 1 على تان. طيب الآن عوضنا، أوجدنا 1 على ساين، تروح الساين مع الساين، نجي هنا يصير عندي راحة الساين مع الساين يصير 1 على 1 على تان. إذا الناتج كما هو موضح هنا 1 على 1 على تان ثيتا. طيب الآن أحاولني أبسطها أكثر، أحاولني أطلع الواحد على تان الأعلى بأي طريقة،
أطلعها كذا على طول ولا لا في طريقة أخرى؟ نعم صحيح، أحاول أني أطلعها وأقلب البسط والمقام تصير عندي هنا واحد تنزل على واحد، عندي هنا التان أقلبها تصير تان على واحد، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، البسط في البسط تان والمقام في المقام واحد، والواحد إذا كتبناه هنا أو لم نكتبه لا يفرق ولا يعدل ولا حتى يغير النتيجة، تان على واحد أو كتبتها تان بدون مقام كلها سواء، واحد في تان تعتبر تان. إذا بسطت المسألة هذه وصلتها إلى تان ثيتا. إذا الآن أنا بسطت العبارة، سهلت العبارة باستعمال متطابقات النسبية. نأخذ مثال جديد، فكرة جديدة، سؤال جديد، يقول أثبت صحة المتطابقة، يعطيني متطابقة لها طرفين، طرف أيسر طرف أيمن، أثبت صحتها، أثبت لي أن هذا الجهة تثبت هذه أو تطابق أو تساوي هذه الجهة. أخذ الطرف الأيسر وأحاول أني أوصل معه للطرف الأيمن. لو أخذنا الطرف الأيسر، بسم الله، تعتبر ساين تربيع ثيتا على واحد ناقص كوساين ثيتا، هذا الطرف الأيسر. نبدأ نضرب الطرف الأيسر في واحد زائد كوساين ثيتا على واحد زائد كوساين ثيتا، نضربه في البسط ونضربه في المقام. ممتاز، إذا نضرب واحد زائد كوساين ثيتا في البسط وفي المقام. بعدين نبدأ الآن نضرب المقام في المقام والبسط في البسط، يصبح ساين التربيع لو ضربناها في هذا يعتبر ساين تربيع ضرب واحد زائد كوساين ثيتا، لو ضربنا اللي تحت يعتبر الآن عندي واحد ناقص كوساين ثيتا واحد زائد كوساين ثيتا. عندي هنا الآن فرق بين مربعين، واحدة بالموجب واحدة بالسالب، نأخذها وناخذ تصير عندي هنا واحد تربيع ناقص كوساين تربيع ثيتا، هذه نسميها الفرق بين مربعين، يعني مرة نأخذها بالموجب ومرة بالسالب لو بغينا نفكك التربيع هذا، لو بغينا نرجعها للتربيع مرة ثانية بتصبح عندنا هنا بالسالب، إذا نسميها الفرق بين مربعين، واحد تربيع ناقص كوساين تربيع ثيتا. طبعا الواحد تربيع هو نفسه الواحد. الآن أبدأ، عندي الآن واحد ناقص كوساين تربيع من متطابقة فيثاغورس، تعتبر عندي هنا واحد ناقص كوساين ثيتا كوساين تربيع تعتبر عندي نفسها ساين تربيع ثيتا، من هذه الفكرة أو هذه المتطابقة نسميها متطابقة فيثاغورس. إذن من متطابقة فيثاغورس أقدر أوجد أن واحد ناقصا كوساين تربيع تساوي ساين تربيع. الآن أستطيع أني أختصر عزيزي الطالب؟ نعم أستطيع أن أختصر. طيب أختصر الساين تربيع مع الساين تربيع، يعتبر عندي الناتج واحد زائدا الباقي اللي هو واحد زائد كوساين ثيتا تربيع اللي هو الطرف الأيمن. نعم الطرف الأيمن، إذن قدرت أوصل من الطرف الأيسر إلين أثبت لك أنها في النهاية تطابق الطرف الأيمن. نأخذ مثال جديد، فكرة جديدة عزيزي الطالب، يقول اختر الإجابة الصحيحة في أي مما يأتي يكافئ العبارة، يعطيني العبارة هذه كوساين ثيتا كوسك ثيتا ضرب على تان ثيتا، وين العبارة اللي تكافئها؟ لو بقول يساوي تساوي إيش؟ تساوي كوتان ثيتا تساوي كوتان تربيع ثيتا تساوي كوسك ثيتا تساوي كوسك تربيع ثيتا. إذن أبدأ أخذ الطرف الأيسر هذا وأوصل معه للطرف اليمين، أي واحد فيها اللي بيوصل معي. بسم الله، نأخذ الطرف الأيسر، أول شيء نبدأ نحول الكوسك هذه إلى واحد على ساين من متطابقات النسبية، من المتطابقات النسبية. إذن كوسك تساوي واحد على ساين، التان تساوي ساين على كوساين، وهذه نسميها من المتطابقات، هذه تعتبر من المتطابقات المقلوب، آسف عذرا، هذه المتطابقات النسبية، آسف عذرا، واحد على ساين تعتبر متطابقات المقلوب، وساين على كوساين تعتبر من المتطابقات النسبية. إذن أصبح عندي الآن كوساين على ضرب واحد على ساين، والساين ثيتا تساوي ساين على كوساين. أبدأ الآن أختصر أو أبسط أو أسهلها أو
الآن أصبحت عندي لو ضربنا الكوساين هذه في الواحد تعتبر عندي هنا كوساين على ساين على ساين في كوساين، ممتاز. طيب الآن أخذ المقام، أحاول أبسط المقام أو أحاول أني سهل المسألة، أطلع المقام إلى الأعلى وبعدين نعم أقلب المقام والبسط، تصبح بالطريقة هذه، تصبح الكوساين على ساين ثيتا هنا، تصبح المقام لو طلعناه فوق وقلبناه بيصير عندي هنا كوساين على ساين ثيتا. إذن كوساين على ساين ثيتا كوساين على ساين ثيتا، وكما هو معلوم كوساين على ساين هنا كوساين على ساين يساوي في المتطابقات يساوي كوتان من المتطابقات النسبية. المتطابقات النسبية الكوتان يساوي كوساين على ساين، الكوتان يساوي كوساين على ساين. إذا عندي كوتان ثيتا ضرب كوتان ثيتا يساوي إيش؟ يساوي كوتان تربيع، يساوي كوتان تربيع. إذا الجواب هو رقم سي، كوتان تربيع ثيتا. نأخذ مثال آخر، نقول أثبت أن كل المعادلة أن كل من المعادلات التالية تمثل متطابقة. يريد مني أن أثبت أن كوساين تربيع زائد تان تربيع ثيتا كوساين تربيع ثيتا يساوي واحد، يعني الطرف الأيمن الطرف الأيسر كامل يساوي واحد. بسم الله، أبدأ أخذ أولا في البداية أبدأ أحول مكان التان، أكتب قيمة ساين على كوساين والتي هي من مطابق من المتطابقات النسبية. بعدها أبدأ أختصر الكوساين مع الكوساين، بعدها أبدأ تصبح عندي كوساين تربيع زائد ساين تربيع وهي من المتطابقات المثلثية اللي هو قانون عندي كوساين تربيع ثيتا زائد كوساين تربيع ثيتا تساوي واحد. هذه من متطابقات فيثاغورس. نعم الآن اللي حصل عندي كوساين تربيع زائد ساين تربيع، كوساين راحت مع الكوساين، باقي عندي الآن كوساين تربيع ثيتا. إذن أصبحت كوساين زائد ساين تساوي كم؟ واحد. إذن الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن. مثال جديد، فكرة جديدة، يقول دون استعمال الآلة الحاسبة أوجد القيمة الدقيقة للتالي. يعطينا الآن ساين 105 كوساين سالب 120 درجة. الفقرة الأولى، وأبدأ أبي أحل مسألة مثل هذه، أحاول أني أكون على الزوايا المعروفة 0 30 60 أشياء أستطيع إيجادها بدون آلة حاسبة. 105 هذه أحولها إلى زاويتين مجموع أو زاويتين فرق، يعني أحاول أخذ الزاوية الأولى تصبح عندي الآن 60 زائد 45. الزاوية 60 معروفة والزاوية 45 معروفة بدون استعمال الآلة الحاسبة. إذن أصبحت عندي 105 قسمتها خليتها 60 زائدا 45، إذن أصبحت عندي الساين 60 زائد 45. الآن انطبقت عندي الساين وعندي الزاوية مجموع، إذن مجموع زاويتين وهذه لها قانون، قانون الساين لمجموع زاويتين لها قانون محدد. شو يقول قانون؟ يقول قانون مجموع الزاويتين، أول شيء نقول الساين مع الأ، بعدين كوساين مع البي، بعدين نقول كوساين مع الأ، بعدين ساين مع البي. إذن مرة ساين مرة كوساين مرة كوساين مرة ساين، واللي بينهم يكون علامة زائد. نبدأ نعوض بها في المسألة، نحتسب أن الأ تساوي 60 والبي تساوي 45. إذن نقول ساين مع 60 والكوساين مع 45، بعدين زائد زائد 60 كوساين بعدين ساين 45. الآن أنا أوجدتها بسطتها، الآن أقدر أوجدها بدون استعمال آلة حاسبة. إذن الساين 60 تساوي جذر 3 على 2 ضرب كوساين 45 جذر 2 على 2 زائد كوساين 60 تساوي نص ساين 45 تساوي جذر 2 على 2. أبدأ الحين أبسط المسألة أكثر، أبدأ أسهلها أكثر،
أبدأ أضرب البسط في البسط والمقام في المقام، بعدين أضرب هنا البسط في البسط والمقام في المقام، يصبح عندي الآن جذر 3 في جذر 2 جذر 6 على 2 في 2 4 زائد 1 في جذر 2 جذر 2 على 2 في 2 4. إذن يصبح الناتج عندي جذر 6 على 4 زائد جذر 2 على 4. هنا توحدت المقامات، أقدر أوحد المقامات 4 و 4 أخذها هنا 4 مشترك عامل. إذن جذر 6 زائد جذر 2 أكتبها جذر 6 زائد جذر 2. إذن الناتج ساين 105 بيكون الناتج جذر 6 زائد جذر 2 على 4. أوجدنا الناتج بدون استعمال آلة حاسبة. حاول نفك مبسطة مسائل، حاول الرقم نفسه، حاول أنك تأخذ أرقام معروفة محددة 60 45 90 30. لو أخذنا الآن سالب 120 كوساين سالب 120، أبغى رقمين ناتجهم يكون سالب 120. نجرب 180، نجرب 90، نجرب 60، نجرب، خليك على الأرقام هذه اللي أنت ممكن توجدها بدون استعمال الآلة الحاسبة. إذن هنا ناخذ 60 ناقص 180، لو لاحظنا أني لو عندي 60 نقص منها 180 يطلع الناتج سالب 120. إذن سالب 120 نقص 60 من 180 يطلع معي الناتج سالب 120. أنا الآن قدرت أني أفك السالب 120، أوجد منها 60 ناقص 180، طلع الآن معي كوساين فرق بين زاويتين. المسألة اللي سابقة كانت مجموع زاويتين، هذه فرق بين زاويتين، يعني علامة طرح بين الزاويتين. لها قانون؟ نعم لها قانون، قانون فرق الزاويتين بالنسبة للكوساين يقول إذا كانت الزاوية A ناقص الزاوية B. ممتاز. القانون يقول كوساين الزاوية الأولى في كوساين الزاوية الثانية زائد ساين الزاوية الأولى في ساين الزاوية الثانية. ممتاز. حاول أطبق حرف الـ A أخذه مع 60، حولنا 60، حرف الـ B أخذه على 180. إذن أصبح الآن عندي زاويتين. ممتاز. طبق القانون أقول كوساين 60 ممتاز، كوساين 180 ممتاز أيضا، زائد ساين 60 ساين 180. الآن أعوض مكانها بالقيم المعتادة المعروفة، أعوض مكان عندي ساين كوساين 60 يساوي نص. ممتاز. بدون استعمال آلة حاسبة كوساين 180 يساوي سالب 1. ممتاز أيضا، زائدا ساين 60 يساوي جذر 3 على 2، ساين 180 صفر. طيب الآن عندي يا شباب وعندي نص ضرب سالب 1 سالب نص. ممتاز. زائد صفر ضرب جذر 3 على 2، أي عدد ضرب صفر كم؟ ممتاز، بيكون صفر. إذن بيكون سالب 1 زائدا صفر بيكون ناتج سالب نص زائدا صفر بيكون ناتج سالبا نص. إذن أوجدنا كوساين سالب 120 للزاوية بدون استعمال آلة حاسبة، طلع معي الناتج سالب نص. فكرة جديدة وسؤال جديد أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات، يقول أثبت صحة المتطابقة الآتية. يعطيني المتطابقة كوساين 90 ناقص ثيتا تساوي ساين ثيتا. أبدأ بالطرف الأيسر، كوساين 90 ناقص ثيتا. الآن اللي عندي 90 ناقص ثيتا، الثيتا أنا ما أعرف قيمتها. ممتاز. لكن أنا أعرف أن الكوساين إذا صار في فرق بين زاويتين، الآن عندي هنا إيش؟ فرق بين زاويتين، إذا أستعمل قانون. ممتاز. قانون الفرق بين الزاويتين، قانون شو يقول؟ القانون يقول كوساين 90، ممتاز، كوساين ثيتا، هنا ساين 90 ساين ثيتا، هذا القانون، طبقنا الآن القانون. إذا كوساين 90 كوساين ثيتا زائد ساين 90 ساين ثيتا. الآن ثيتا غير موجودة، ليش؟ وشي نحسبها تكون الكوساين 90 كم قيمتها؟ الكوساين 90 بيكون قيمتها صفر، هذا بيسهل علي الحل كثير. كوساين ثيتا خليها كوساين ثيتا نفس ما هي. أجي هنا عندي ساين 90 أنا أعرف أن قيمتها 1، ساين ثيتا خليها نفس ما هي. ممتاز؟ ممتاز. طيب الآن عندي صفر ضرب كوساين
ثيتا بلا شك بيكون الناتج صفر، زائد واحد زائد ساين ضرب ساين ثيتا بيكون الناتج ساين ثيتا، لأن أي عدد ضرب الواحد هو نفس العدد. إذن ساين ثيتا زائد صفر ساين ثيتا، إذن الناتج بيكون ساين ثيتا. ولو لاحظنا أنه هو نفس الطرف الأيمن، إذن أنا أثبتت الآن أن الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن، أوجدته بطريقة سلسة وباستعمال قانون الفرق بين الزاويتين. إذن نتوقف هنا أعزائي المشاهدين، أبنائي الطلاب والطالبات، لننتقل معكم لفاصل قصير ثم نعود مرة أخرى لنستكمل هذه الحلقة. طرق الاستذكار الفعالة. معظم المشكلات التي يعاني منها الطلاب في التعليم ترجع إلى جهلهم بطرق الاستذكار الجيد واستخدام عادات استذكار سيئة. وإليكم بعض القواعد العامة للاستذكار الفعال. قم بتنظيم أوقات الاستذكار واختر المناسب منها لكل مادة. اختر الأماكن الهادئة والمعدة للاستذكار. عند المذاكرة اقرأ الموضوع قراءة عامة، وضع خطا تحت الفقرات المهمة. اختبر نفسك في الموضوع الذي قرأت فيه لتتأكد من مدى فهمك. المواد التي تحتاج إلى حفظ اختر لها الأوقات المناسبة. أعط وقتا أكثر للدروس التي ترى أنها صعبة بالنسبة لك. إذا شعرت بالنوم أو الملل فلا تقاوم، بل الجأ إلى الراحة. لا تذاكر المواد المتشابهة مع بعضها، بل ضع فاصلا بينها ولتكن مادة أخرى. تذكر أن السهر الكثير متعب لك ولصحتك ويؤثر على الفهم والاستيعاب. مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق. حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أبناؤنا وبناتنا المجدين المجتهدين، لنستكمل ما بدأنا به في هذه الحلقة من برنامج 100 على 100، والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي في مادة الرياضيات. نعود مرة أخرى لنبدأ مراجعة وحدة القطوع المخروطية، ونذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاشتاغ البرنامج 100 على 100. والآن نبدأ على بركة الله المراجعة. يقول السؤال الأول: عزيزي الطالب، عزيزة الطالبة، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. قول: الصورة العامة للمعادلات القطوع المخروطية هي AX تربيع زائدا BXY زائدا CY تربيع زائدا DX زائدا EY زائدا F يساوي صفر. نعم، إذن هذه الصورة العامة للقطوع المخروطية دائما ثابتة، هذه الصورة العامة للقطوع المخروطية، إذن العبارة هذه صحيحة. سؤال ثاني يقول: مماس القطع المكافئ عند النقطة B هو أحد أضلاع مثلث متطابق الأضلاع. مماس القطع المكافئ عند النقطة B هو أحد أضلاع مثلث متطابق الأضلاع، وهذه العبارة خطأ. إذن الصحيح أن أقول مماس القطع المكافئ عند النقطة B هو أحد أضلاع مثلث متطابق الضلعين كما هو موضح في الشكل هذا، الضلع يطابق، إذن متطابق الضلعين وليس متطابق الأضلاع. نقول: تمثل الصورة القياسية X ناقص H تربيع على A تربيع زائد Y ناقص K تربيع على B تربيع يساوي 1. معادلة القطع الزائد، دائما نحاول أن ننتبه ونركز أن القطع الزائد القانون يأتي ناقص، والقطع الناقص يأتي زائد. إذن القطع الزائد يجب أن يكون هنا ناقص،
والقطع الناقص يجب أن يكون هنا زائد. إذن هذه العبارة خاطئة، القطع الزائد لا يأتي هنا زائد، إذن العبارة هذه خاطئة. سؤال وفكرة جديدة عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، يقول حدد خصائص القطع المكافئ. y زائد 5 تربيع يساوي سالب 12 x ناقص 2، ثم مثل منحناه بيانيا. خصائص القطع المكافئ، أولا يجب أن نعلم الفتح الرأس مفتوح أو الاتجاه القطع المكافئ إلى أعلى، إلى أسفل، إلى اليمين، إلى اليسار، الذي يحدده الدالة الموجودة الآن عندي. يقول إذا كان التربيع، الآن مسألة عندي، إذا التربيع هذا مع الواي، إذا التربيع مع الواي، الحد التربيعي هو الواي، يكون هذا يعني أن المنحنى مفتوح أفقي. الآن عرفنا أن المنحنى مفتوح أفقي، أما يكون يمين بالطريقة هذه أو يكون يسار بالطريقة إلى جهة السالب. إذن المنحنى مفتوح أفقي لليمين أو لليسار. الذي يحدده قيمة السي. الآن عندي السي كم تساوي؟ 4 سي تساوي سالب 12. إذن أقول هنا 4 سي يساوي سالب 12، أبدأ أقسم هنا على 4 وأبدأ أقسم هنا على 4، تروح الأربعة مع الأربعة، يصير عندي السي يساوي سالب مع موجب سالب 12 على 4 موجب سالب 3. إذن الناتج قيمة السي سالب 3. إذن مفتوح أفقيا ومفتوح إلى جهة السالب، جهة اليسار. لو كانت السي هذه موجب يكون مفتوح إلى جهة اليمين. اللي معه دائما مع قيمة التربيع يكون الاتش بقيمته مع الاكس 2، وهذه كي، هذا كي، هذا اتش. دائما اخذ الاتش والكي بعكس الاشارة، يعني اقول هنا الكي كم تساوي؟ 5، اخذها كم؟ سالب 5. الاتش كم هنا؟ سالب 2، اخذها بقيمة كم؟ موجب 2. ممتاز. الان انا طلعت الاتش، طلعت الكي، طلعت السي، عرفت ان المنحنى مفتوح افقي، عرفت ان المنحنى مفتوح الى اليسار. اذا المطلوب مني الان اوجد خصائصه. خصائصه، اول خاصيه اللي هي خاصيه الراس، اوجد ايش؟ عن طريق هذا القانون اتش وكي. انا طلعت اتش وكي، نعم طلعت اتش وكي، عوض مكان الاتش باثنين ومكان الكي بسالب 5. اذا حددنا راس القطع المكافئ. اذا بعده حدد البؤره. البؤره لازم احددها بالقوانين اللي هو اتش زائد سي وكي. لو حطينا بدل اتش 2 زائدا سي اللي هي سالب 3 والكي بسالب 5، إذن 2 وسالب 3 بيطلع سالب 1 والكي بيطلع معي الناتج سالب 5. إذن حددنا الرأس، حددنا البؤرة. نحتاج الآن عندي الطول الوتر البؤري. طول الوتر البؤري يساوي القيمة المطلقة للأربعة سي، القيمة المطلقة للأربعة سي. الأربعة سي الآن كم كانت عندي؟ كانت عندي سالب 12. القيمة المطلقة لسالب 12 يكون إيش؟ موجب 12. نوجد الدليل. الدليل القانوني يقول اتش ناقص سي، الاتش قيمتها باثنين والسي قيمتها بالسالب 3، 2 سالب سالب 3، 2 سالب سالب 3، بيكون الناتج كم؟ موجب 5. محور التماثل، يكون محور التماثل واي تساوي كي، الواي تساوي كي، الكي تساوي عندي سالب 5، اذا الواي تساوي سالب 5. أول شيء يعين الرأس، بعدين البؤرة من النقطة نفسها. في التمثيل البياني أحدد الرأس 2 و5، أبدأ أحطها 2 x سالب 5 y، أحدد البؤرة x سالب 1 والy سالب 5. بعدين محور التماثل، أحدد محور التماثل اللي هو سالب 5، والدليل اللي هو x يساوي 5، والوتر البؤري أو طول الوتر البؤري. ثم أرسم منحنى يمر بالرأس ويمتد مارا بنهاية الوتر البؤري، ويجب أن يكون المنحنى متماثلا حول محور التماثل. النقاط اللي حددتها اللي وضعتها لو وجدت أني أقدر أستطيع أني أمر بها برسم قطع مكافئ اتجاهه لليسار كما حددناه في أول مسألة، ويكون أفقي كما حددناه في أول مسألة أيضا. إذن أنا الآن رسمت القطع المكافئ وحددت خصائص القطع المكافئ من المسألة السابقة. نأخذ فكرة جديدة ومثال جديد. قول حدد نوع القطع المخروطي الذي تمثله كل معادلة مما يأتي دون كتابتها على الصورة القياسية. يعني الآن يريد مني إيش؟ أحدد نوع القطع المخروطي.
يعطيني ثلاث مساعد أو معادلات يريد مني تحديد القطع المخروطي. القطع المخروطية قطع زائد، قطع مكافئ، قطع ناقص، دائرة، على حسب الناتج اللي يطلع معي. وحددها عن طريق إيش؟ عن طريق القانون بي تربيع ناقص 4 A C. قانون إيش؟ هذا قانون المميز. قانون المميز هو اللي يحدد لي نوع القطع المكافئ. نعم، هو الذي يحدد لي نوع القطع المكافئ. القطع المكافئ الذي يكون الناتج، إذا كان ناتج المميز بالموجب يكون قطع زائد، لو كان قطع الناتج صفر يكون قطع مكافئ، لو كان أقل من الصفر يكون قطع إما ناقص أو دائرة. يكون قطع ناقص إذا كانت البي لا تساوي الصفر، يكون قطع دائرة إذا كانت البي تساوي الصفر. نأخذ أول فكرة رقم A، نطبق في القانون. أول شيء لازم أني أوجد الـ A والـ B والـ C. إذا وجدنا الـ B تساوي 4 والـ B والـ A تساوي 4 والـ C والـ B تساوي سالب 3 والـ C تساوي 1. طيب كيف أوجدناها؟ أوجدناها من المعادلة نفسها. الـ A هي دائما تأتي مع الـ X تربيع، إذن هذه A دائما مع الـ X تربيع. والـ B من وين جبنا الـ B؟ الـ B نأخذها من الـ X والـ Y، إذن هنا الـ B تكون دائما جنب الـ X والـ Y، هنا بتكون إيش؟ الـ B سالب 3. طيب السي، السي وين جبناها؟ 1. نجيب السي دائما بتكون مع ايش؟ مع الواي تربيع، اذا هنا الواي تربيع، اذا هنا بيكون قيمه السي. اذا ما في عدد معناته ايش؟ قيمه السي بواحد. اجي اعوض الان بقيمه الاي والبي والسي في قانون المميز، بيكون سالب 3 تربيع، يعني ايش؟ يعني بي تربيع ناقص 4 اي. الاي كم؟ 4. اذا في السي، السي كم قيمتها؟ 1. سالب 3 تربيع 9 ناقص 4 في 4 16. 16 ضرب 1 16، ممتاز. إذن 9 تربيع ناقصا 16 بيطلع معي الناتج سالب 7. إذن الناتج أقل من الصفر، إما أن يكون قطع ناقص أو يكون دائرة. كيف أعرف؟ أحددها من البي. إذا كانت البي لا تساوي الصفر معناته هذا يعتبر قطع إيش؟ قطع ناقص. لو كانت البي طيب تساوي الصفر، ممتاز، إذن ستصبح قطع دائرة. نأخذ الفكرة أو الفقرة رقم B. إذن لازم أني أوجد الـA، لازم أني أوجد الـB، لازم أني أوجد الـC. هنا بيكون الـA بثلاثة. كيف عرفنا؟ الـA دائما اللي بتكون مع الـX تربيع، هنا الـA. طيب والـB هنا بتكون إيش؟ هنا بتكون الـB سالب اثنين، آسف موجب اثنين. كيف نعرفها؟ اللي مع الـX والـY. وين الـX والـY؟ هنا الـX والـY. إذن هنا بتكون إيش؟ هنا بتكون الـB. الـC الأخيرة سالب خمسة. من وين جبنا السالب خمسة اللي هي الـC؟ نوجد السالب خمسة اللي هي السي اللي بتكون مع الواي تربيع. هنا السي بتكون مع الواي تربيع، يعني السي سالب خمسة. عوض بها في القانون، بي تربيع يعني ايش؟ يعني اثنين تربيع ناقص اربعة اي، الاي بثلاثة ضرب سي اللي هي سالب خمسة. سالب خمسة في ثلاثة في اربعة، وهنا اثنين تربيع اربعة، اربعة ناقص العدد هذا بيطلع معي الناتج اربعة وستين بالآلة الحاسبة، بيطلع معي الناتج اربعة وستين. إذن العدد أكبر من الصفر، إذن قطع إيش؟ ممتاز، قطع زائد. إذن دام الناتج الآن طلع معي بالموجب، إذن يكون الناتج قطع إيش؟ قطع زائد. ممتاز، أحسنت. الفقرة الأخيرة فقرة C، نفس المشكلة، نفس الحل، أحللها بقانون المميز. أوجد A، ممتاز، أوجد B، ممتاز، وأوجد C رقم 4. إذن أحتاج A و B و C. الـ A دائما اللي هي مع إيش؟ مع الـ X تربيع. ما في X تربيع هنا، إذن إيش؟ إذا ما في X تربيع، إذن الـ A تساوي صفر. طيب الـ B اللي مع الـ X والـ Y، أدور الـ X والـ Y، ما هي موجودة الـ X والـ Y، إذن إيش؟ الـ B تساوي صفر أيضا. أجي للـ C تساوي أربعة. الـ C طبعا اللي دائما مع إيش؟ مع الـ Y تربيع، هذه الـ C. وجدنا الـ C تساوي إيش؟ أربعة. أعوض بها في القانون، أبجي أقول B تربيع، B تربيع ناقص 4 A C، C 4. إذن 0 تربيع 0 ناقص 4 في 0 0، 0 ضرب 4 0، يطلع هنا عندي 0 ناقص 0 يساوي الناتج 0. إذا كان الناتج أو قانون المميز ناتجه يساوي 0، ويصبح القطع هنا إيش؟ قطع إيش؟ ممتاز، أحسنت. إذن يصبح القطع هنا قطع مكافئ. إذن يصبح القطع عندي الآن قطع مكافئ. إلى هنا أعزائي المشاهدين، أبنائي الطلاب والطالبات،
نكون قد اقتربنا من الجزء الأخير من هذه الحلقة والمخصص لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم، وليتسنى لنا أن نجيب عليها عن طريق هاشتاج البرنامج 100 على 100. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أخواني الطلاب والطالبات مرة أخرى في الجزء الأخير من هذه الحلقة لمادة الرياضيات لبرنامج 100 على 100. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عليها في هذا الجزء من الحلقة عن طريق هاشتاج البرنامج 100 على 100. نبدأ بأولى الأسئلة المكتوبة الآن موجودة أمامي. في أحد المشاهدين يسأل يقول كيف جات 180 في سؤال كوساين سالب 120؟ أحتاج أني أحل المسألة بدون استعمال الآلة الحاسبة، إذن أحتاج الأرقام أبسط من السالب 120 عشان ما أضطر أني أستخدم الآلة الحاسبة، أضطر أني أحول السالب 120 إلى رقمين أقل وأسهل بدون استعمال الآلة الحاسبة، فأضطريت أني أحط السالب 120 إلى 60 ناقصا 180 بحيث تكون 60 ناقص 180 تصبح سالب 120، وبكذا أصبحت عندي الآن فرق بين زاويتين وبدأت أحل كوساين على فرق بين زاويتين. أيضا مشاهد آخر يسأل يقول كيف أعرف إذا كانت في الربع الأول أو بالسالب أو بالموجب؟ لكي أعرف أولا في السؤال يعطيني الثيتا من إلى، تصبح يعني الثيتا من 0 إلى 90، إذن ستكون إيش في الربع الأول من 90 إلى 180، ستكون أيضا في الربع الثاني ستكون من 90 إلى 270 أو آسف من 180 إلى 270، إذن ستكون في الربع الثالث. طيب لو قال لي قيمة الثيتا من 270 إلى 360، إذن في الربع الأخير. طيب الآن أنا أعطاني إياها من 0 إلى 90، طلع معي الجواب الآن من 0 إلى 90، هذه قيمة الثيتا في المسألة، وجدت الناتج، طلع معي الناتج الآن سالب جذر 3، لنفترض مثال سالب جذر 3. الآن أنا كيف أعرف إذا كانت في المربع الأول أو المربع الثاني؟ أبدأ أحرك الساين الجهة الثانية، يعني الآن يطلع عندي ساين ثيتا تساوي سالب جذر 3. مثال عزيزي الطالب، إذن نبدأ نحرك الساين الجهة الثانية لتصبح الثيتا تساوي ساين أس ماينس 1 جذر أو سالب جذر 3، لتصبح جذر أو سالب أس ماينس 1 سالب جذر 3. بالآلة الحاسبة كيف أوجدها عزيزي الطالب؟ شيفت ساين لتصبح ساين أس ماينس 1، أوجد قيمة الزاوية. إذا طلع معي الناتج من 90 من 0 إلى 90، إذن الناتج هذا قيمة الثيتا. إذا طلع معي الناتج مثلا 45، إذا 45 تقع ما بين 0 إلى 90، إذا تقع في المربع الأول. لو طلع معي الناتج 120، هل تقع في المربع الأول؟ لا، تقع في المربع الثاني، المربع الثاني من 90 إلى 180. أتمنى أني قدرت أوصل الفكرة لك عزيزي الطالب أو يا من طرحت التساؤل أو السؤال هذا. أيضا سؤال آخر أحد المشاهدين يسأل يقول كيف أعرف أفرق بين المتطابقات المثلثية وبين المتطابقات النسبية، أو بالأحرى هذا السؤال اللي نطرحه. المتطابقات المثلثية لها عدة قوانين، المتطابقات المثلثية لها عدة قوانين، في متطابقات فيثاغورس، أيضا هنالك متطابقات أو متطابقات النسبة، أيضا متطابقات المقلوب، أيضا متطابقات الزاويتين المتتامتين، أيضا هنالك متطابقات الدوال الزوجية والدوال الفردية. يقول أحد المشاهدين أيضا هل الـ A دائما مع X تربيع؟ في قاعدة في قانون المميز الـ A دائما مع الـ X تربيع، الـ B دائما مع الـ X والـ Y، الـ C هي التي دائما مع الـ Y تربيع. أنا أحتاج إيش؟ الثلاثة، أحتاج الـ A،
أحتاج البي، أحتاج السي، أحتاج الثلاث أرقام هذه، أحتاجها في إيش؟ أحتاجها في قانون مميز اللي هو إيش؟ بي تربيع ناقص 4AC، وأشوف الناتج اللي يطلع معي. أحد اللي يسألني، طبعاً القانون المميز أحتاجه لإيجاد قيمة، القيمة اللي بتطلع معي أحدد فيها نوع القطع المخروطي اللي بيكون معي، قطع مكافئ، قطع زائد، قطع ناقص، دائرة، عشان ما أحد يعني يكون يستوعب أو يكون معنا في السؤال نفسه. واحد يقول مثلاً سؤال كيف أفرق بين القطع الناقص والقطع الزائد؟ القطع الناقص سيكون اللي بين الكسر الأول والكسر الثاني، زائد القطع الزائد سيكون بين الكسر الأول والكسر الثاني، ناقص أتوقع بتكون واضحة. السي في القطع الناقص سيكون سي تساوي جذر A تربيع ناقص B تربيع، أيضا السي في القطع الزائد ستكون سي تساوي جذر A تربيع زائدا B تربيع. أتمنى أعزائي المشاهدين أني أوصلت الفكرة وحاولت أني أبينها وأوضحها بقدر الإمكان. إلى هنا أعزائي المشاهدين، أخواني الطلاب والطالبات، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونعتذر لمن لم يسعفنا الوقت للإجابة عن سؤاله. نتمنى أن نكون قد وفقنا في الطرح وأفدناكم للإجابة المثلى. أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلاب والطالبات، نشكر لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع، ونتمنى لكم التوفيق في اختباراتكم القادمة، وإلى اللقاء في مراجعات أخرى.